شكرا اذا لكافه الزملاء مشاهدينا ومتابعينا الكرام. انتهت اشواط الرموز بهذا الشوط الملحمي، الشوط الرابع الخاص بالقعدان العمانيات الاصايل. تستمر اثارتنا في هذه الامسيه، والشوط الخامس ينطلق، شوط خاص بالجذاع البكار، والكلمه تنتقل فيه مباشره للزميل يزيد بن سعيد الجاني. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نستعين. من هنا من أرضية هذا الميدان في خامس أشواط هذا المساء، في تحديات يوم الرموز ويوم الرئيسيين، مشاهدينا الكرام، شوط خاص بالبكار الجداع، 6 كيلومترات يا مشاهدينا عبر قناة الريان. الجائزة نيسان بترول ستيشن، هي جائزة المركز الأول ضمن فعاليات هذا المهرجان. ناخذ المركز الأول وبداية المنطلقين، وهذه هي الشاهنية في مقدمة الشوط، تعود ملكيتها لراشد بن مطر بن سيف الجابري، بينما النقله التاليه على المركز الثاني، وهذه هملوله اللي وصلت على المركز الثاني لمطر بن علي بن سعيد الاقتدي اللي على المركز الثاني. ننتقل للي تليها بالمركز الثالث، وهذه هي العزر لسالم بن احمد بن محمد بن دري الفلاحي، وفي المركز الرابع التزام وصلت في المركز الرابع. تعود ملكيتها للسيد راشد بن سعيد بن منانة الاكتبي، وتسلل الأسماء من مركز إلى مركز، وهذه اللي انتقلت بدورها، وهذه الرياضية لسالم بن عبيد بن ضحاك المنصوري. وإلى المركز الخامس نعلق وننطلق مع هذه نشبة لمحمد بن علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي. أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء، على الهواء بثا مباشر عبر قناة الريان الفضائية، هنا نعلق وننطلق ونعود إلى مقدمة الشوط، وهملولة أو الشاهينية لراشد بن مطر بن سيف الجابري في مقدمة هذا الشوط. أول الباحثات عن الناموس، أول الباحثات عن التتويج، أول الباحثات عن الزعفران في مساء الزعفران ومساء الرئيسي للرئيسيين. المركز الثاني، هذه اللي انتقلت نشبة على المركز الثاني، ملكيتها تعود لمحمد بن علي بن خليفة الرميثي اللي على المركز الثاني. ننتقل لنتابع من يصل ثالثا ومن ينطلق ثالثا مع هملولة لمطر بن علي بن سعيد الاكتبي اللي في المركز الثالث. شوفوا المركز الرابع، شوف يلي بتشوف من يأتي بالمركز الرابع. هذه الرياضية، وهذه الرياضية في هذه الرياضة العربية الأصيلة، في هذا الموروث الكبير، في هذا التراث الكبير، في هذا المهرجان الغالي الثمين القدير، مع المركز الرابع هذه الرياضية لسالم بن عبيد بن ضحاك المنصوري. وإلى المركز الخامس هنا مع البرنس جار الله بن محمد بن عقيل المري، أو سالم بن محمد بن عقيل المري، وهذه هي الشحانية. وهنا مع شعار البرنس يصل في خامس النداء. أعود بكم يا مشاهدين الكرام إلى هملولة والشاهينية، إلى الشاهينية ونشبة في مقدمة هذا الشوط، في مسيرة الكبار، في مسيرة الصراع والكبار والإبداع والنزاع على أرضية ميدان التحدي. هذه مقدمة الشوط، وهذه الشاهينية لراشد بن مطر بن سيف الجابري، هي الأقرب إلى الفوز إلى هذه اللحظات، إن واصلت على هذا المنوال. المركز الثاني، شوفوا نشبة، نشبة اللي قادمة، وهي نشبة نشبة، وبالفعل اسم على مسمى في هذا الميدان، نشبة وتريد أن تنشب هذه البكار. يا سلام الإجداع، 6 كيلومترات طبعا، 3 كيلومترات انقضت وتبقى مثلها. يا مضمرين، يا مضمرين، شدوا الحيل وركزوا، ركزوا مع المسافة، 6 كيلومترات. ناخذ المركز الثالث، ومن تتقدم بدورها، ومن تنطلق بدورها، ومن تمثل شعارها، وهذه هي الرياضية لسالم بن عبيد بن ضحاك المنصوري. المركز الرابع، المركز الرابع، يا من تتابع، هذه هملولة مطر بن علي بن سعيد الاكتبي، وصلت إلى المركز الرابع. شوف
يحذفوا المركز الخامس، وهذه هي الشحانية من ميدان الشحانية، وتمثلها للشحانية خير تمثيل هذه الشحانية لسالم بن محمد بن طالب بن عقيل النابت اللي وصلت على المركز الخامس. أسماء كبيرة، شعارات أكبر، شعارات مميزة أتت لهذه المشاركة في هذا المهرجان. نعود مرة ثالثة إلى مقدمة الشوط، والكل يبحث عن الصدارة، والكل يريد الصدارة في أرضية الميدان، في ميدان الشحانية، والقيادة تسير والأمور تسير من صالح الشاهينية. راشد بن مطر بن سيف الجابري هو الأقرب إلى السيارة، هو الأقرب إلى الزعفران، هو الأقرب إلى التكريم، هو الأقرب إلى الناموس في مساء النواميس وفي مساء ميدان الشحانية. هنا من أرضية الميدان هذه الشاهينية تقود هذه الفرقة مع الإبكار، المنطلقات، المندفعات، المتميزات في ميدان التحدي. ناخذ اللي بالمركز الثاني واللي موقفها خطير، واللي تراقب الحدث، تراقب الموقف. هذه نشبة اللي وصلت على المركز الثاني لمحمد بن علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي، أيضا هي خطيرة، أيضا هي في موقع ممتاز. المركز الثالث وصلت الرياضية ثالثا، أيضا هي خطيرة. الرياضية تعود، ملكيتها رسالة بن عبيد بالضحاك المنصوري على المركز الثالث. وبدأت الأمتار تتناقص، وبدأ العد التنازلي لهذا الشوط مع الستة كيلومترات، مع الأسماء التي اقتربت، مع الأسماء الكبار، مع أشواط الرئيسية. وهذه في المركز الرابع هملولة لمطر بن علي بن سعيد الكتبي، وفي المركز الخامس هذه المنطلقة وهذه الشحانية، الشحانية الخطيرة، سالم بن محمد بن طالب بن عقيل النابت. إذن نعلن لكم بأننا تجاوزنا لوحة 1500 متر يا مضمرين. الكل يركز، الكل هادي مع 1500 متر الأخيرة، بل اقتربنا من 1200، بل اقتربنا من النهاية، ولكن دائما مع الصدارة، ولكن دائما مع القيادة، ولكن دائما مع المركز الأول هو هدف الجميع، ولكنه بحوزة الشاهينية لراشد بن مطر بن سيف الجابري. قدمنا هناك يا أبو حمد، بنشوف الصراع وبنشوف الإبداع وبنشوف النزاع على أرضية ميدان التحدي، ولكن الأسماء اقتربت، الشعارات الخطيرة دائما مع الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الثقيل، كيلو الامتحان، كيلو الصراع، كيلو السرعة، كيلو العذاب، كيلو تنفيذ الأوامر. هنا مع 900 متر الأخيرة وهذه الشاهينية، راشد بن مطر بن سيف الجابري. المعركة طاحنة، المعركة طاحنة، ياهي أسماء، ياهي شعارات، ياهي معركة بين الإبكار، بين الإبكار. 700 متر، السيارة وين؟ تدخلت الأسماء، وهذه نشبة، نشبة مع محمد بن علي بن خليفة. الرميثي مواجيب، مواجيب وصلت مع المواجيب لعلي بن راشد بن محمد البريسي. إذن ثلاث بهنزان اللقاء، ولكن هنا أربع مع المتحدي. قادم، قادم راشد بن سعيد بن بنانة الاكتبي من الجانب الآخر. هذه معركة الإبداع، هذه التزام. من تلتزم بهذا الشوط وبقوانين هذا الشوط؟ التزام لراشد بن سعيد بن منانة الاكتبي، ولكن شاهينية راشد بن مطر بن سيف الجابري صامدة في اللحظات الأخيرة. التزام أم الشاهينية؟ التزام أم الشاهينية؟ بن منانة أم بن الجابري في اللحظات الأخيرة؟ التزام، التزام لراشد بن سعيد بن منانة. الشاهينية في اللحظات الأخيرة لراشد بن مطر بن سيف الجابري. أشكرك يا الجابري، أشكرك يا الجابري في اللحظات الأخيرة. تهانينا والناموس لراشد بن مطر بن سيف الجابري. مشاهدينا الكرام، وتضيف السيارة الثانية في رصيدها في نفس الشوط في سباق المؤسس. هذه لحظات الفوز، المركز الثاني، من وصلت في المركز الثاني؟ التزام لراشد بن سعيد بن منانة الاكتبي. وفي المركز الثالث وصلت نشبة لمحمد بن علي بن خليفة بن عبد الله الرميدي. وفي المركز الرابع وصلت مواجيب لعلي بن راشد بن محمد البريس المري. وفي المركز الخامس
وصلت الرياضية لشالم بن عبيد بالضحاك المنصوري. هذه لحظات الفوز وهذه ماركة شاهين المهيري اللي انتصرت ودائما ما تنتصر. وهذه تضيف السيارة الثانية برصيدها. وتهانينا والناموس لراشد بن مطر بن سيف الجابري. ناخذ التوقيت الزمني 9:26 ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني التزام لراشد بن سعيد بن منانة الكتبي وتوقيته الزمني لحظة الوصول 9:26 13 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث ووصل في المركز الثالث نشبة لمحمد بن علي بن خليفة الرميدي. توقيتها الزمني لحظة الفوز ولحظة الناموس 9:36 23 جزءا من الثانية. إذن تهانينا والناموس لمالك الشاهينية راشد بن مطر بن سيف الجابري.